البارح يعني الزلزال اللي ضرب في الجزائر الهزه الارضيه كانت 4 على سلم ريشتر، يعني مقاسها ب يعني العهده الرابعه، والله يعني نقول اكثر من ضربه ربانيه، ربما بالعبث بالدوله الجزائريه الشهداء كانوا يتخطوا في قبرهم، لهذا تزعزعت الجزائر، لانه هذه مسخره ومهزله بالجزائر والشعب الجزائري وتاريخ الجزائر ما يستاهلش هذه المهزله وهذه المسخره. رئيس الجمهورية هذا يمشي بعقلية النرجسية، أنا وبعدي الطوفان، أنا وبعدي البركان، معناها أنا ولا ندفن البلاد وما على باليش بكم ودزوا معاهم. نقول أنه كان هذا النظام السياسي القائم حقيقة نظام سياسي قوي ومتين، كان ينتج مرشحين، ينتج فرسان، يعني قال هاهم الفرسان تاعنا المرشحين ما يختبئوش وراء رجل مريض، هذا يدل ان النظام طيب فارسهم موجود، علاش يروحوا يحوسوا على فرسان اخرين؟ موجود فوق كرسي متحرك وما يمشيش يتكلم على كرسي ولا يتكلم. زيد نعطي لك حتى حاجه، حتى في قانون الانتخابات ليس مطلوبا لماذا؟ ان يتكلم. لماذا راهم يحوسوا عليه؟ لانه هاد المطبلين راهم مدمنين على مخدر اسمه مخدر الفساد، ويعلمون إذا يذهب رئيس الجمهورية ويأتي رئيس آخر يقوم بإرساء دولة الحق والقانون ويقوم بإرساء دولة مؤسسات، سيفتح الملفات ويكون مصيرهم إعادة تأهيل أجسامهم، ليس في المستشفى وليس في قصر المرادية، بل سيكون في سجن الحراشة والبرواقية. كلام خطير. لا فقط شكون اللي جاب لهنا للبلاد؟ يعني نظام بوتفليقة هو الذي صادق سياسيا على المصالحة، على المصالحة الوطنية. لا كيفاش جاي سيني جاي يمضي برك؟ يا اخي معليش جاي سيني دار حشيش مقطفة، في طابة شربة دار حشيش مقطفة. نولي للفترة اسمح لي تفضل. لا شكون طيبها؟ نقول لك شكون طيبها؟ شكون طيبها؟ شوف كاين الحل الأمني، الحل الأمني في البداية كانت هناك مواجهات بين القوات الأمن والقوات المسلحة من طرف الآخر، ماشي هو في فخفخة في الخليج في هذيك الفترة، يعني هو ماشي داخل في هذيك الفترة، حينما كان يعني مجموعة من العقلاء من الجهتين مشاو للجبال في جيجل، يا أخي كانوا شفنا الصور في الشروق، يا أخي عملتوا أشرطة، ما شفناش بوتفليقة، شفنا عقلاء. نتحدث عن الرعاية السياسية للانتفاخ. اسمح لي خليني نكمل فكرة تاعي، باش يفهم الشعب الجزائري. ما نفصلوش لأنه مش موضوعي. لا شوف، من طرف شفنا عاقل من هذه الجهة، ومن طرف آخر شفنا عاقل من الجهة الأخرى. حنا ما شفناش غير كان هو الفيلمي، كان لافت الكاميرا، هذيك حاجة واحدة أخرى. دولة صرفت 680 مليار دولار غير قادرة على تأمين كيس الحليب للشعب للمواطن تاعها، معناه أنه فلوس الجزائر صرفت في الهواء والريح. هذه هي الإنجازات تاع رئيس الجمهورية وتاع النظام البوتفليقي وتاع 15 سنة من حكم فاشل وفاسد. طيب للنظام البوتفليقي في سؤال زيد على ذلك، احنا ما نمشيوش بمنطق الغابة كما هادو راهم يديروا في السلطة. يجب أن يقدم الملف الطبي. دوك لو يجي حيجيبو فالدو غراس هذيك حاجة واحدة أخرى. دوك بالك يديروا له فالدو غراس لأنه باع البلاد، هذيك حاجة واحدة. باع البلاد؟ إيه لأنه باع البلاد يديروا له في فالدو غراس. أنتم في الجزائر راكم تشوفوا في الشوك وما تشوفوش في الندى. معليش نمشيو على الشوك بصح نحروا البلاد من هؤلاء المفسدين. والله ما نوصلوها. شفت والله ما نوصلوها. لانه علاش؟ لانه انتم راكم محتكرين البلاد. ماشي محتكرين. انا وبعد الطوفان والله ما نوصلوها. واش معناتها؟ تما انت وعندك المفاتيح السلطه ما توصلش. اخلاص الشعب ما لا شوف. هادو هما قال لك والله ما توصلوها. ما انتم الشعب والله ما توصلوها. انا نقول لكم دزوا معاهم. هذه هي تاعكم اللي تشوفوا في الجزائر وكان خراب. هذه هي احنا فتنا في الخراب. رانا ماشيين ليه الخراب. انا ماشيين بفضل افكاركم وبفضل مخططكم. انا ماشيين الخراب. انا نحملك الكلام تاعك سي فينانسيتاسيون. نو راكم ماشيين الخراب. نحملك الكلام تاعك سي فينانسيتاسيون. رانا قدام الشعب سي فينانسيتاسيون. ما تخلعنيش على بالك. انا الشيء اللي راني نقول فيه على بالي بيه. الدولة بخير والجزائر بخير ومؤسسات المطبلين. المطبلين بخير ما دام كان الفساد. يروح لكم الفساد تولوا بغير خير. النظام قائم والمؤسسات قائمة بتزوير والحمد لله بتزوير والتخريب والفساد. يا دخلوا نعم. طيب ما ندخلوش حنا للفساد. تجاوز لا ايدينا بيضاء يا اخي. ما ندخلوش نفسدوا معاكم. لا احنا الجزائر خط احمر. انتوما بوتفليقه خط احمر. احنا الجزائر خط احمر. ما نفسدوش الجزائر. فونيت باليس جزائريين بوتفليقه سان الجيريان. بيمتاز عليا وعليك. ما يمتازش عليا.
ما راهو سوبر الجزائري ما تقولش يمتاز ما يمتاز لا ما يمتاز عليك تحب يمتاز عليك يمتاز عليك اسمح لي تحب يمتاز عليك يمتاز عليك ما تطبقش عليه ثقافه الابويه لا رانا كلنا سواسيه ما تقوليش يمتاز عليك لا انت يا تقدس هذا الشخص وجايبه اله وتتعبد فيه انا حنا ما نعبدوش ما تقوليش يمتاز عليك يمتاز عليك ما يمتازش عليا هذه هي اسمع يمتاز بحنكته لا لا يمتاز عليك يمتاز يمتاز عليا يمتاز عليا بسمعته الدو عليا نتحداه يمتاز نتحداه يجي الحوار نتحداه يا اخي مرشح يا اخي عنده انه مجاهد من الرعيل الاول للثوره عنده حنكه سياسيه انا نتحداه عنده حنكه سياسيه عنده حنكه انا نتحداه يجي في حوار يتقابل هنا في الشروق في هذا المنبر يتقابل مع السيد سفيان جلالي كمرشح مرشح قول له يجي نديروا حوار ما يقدرش يجي لانه سوبر الجيريا لا 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 إيه لا لا ما لا ما رانا السواسيه سبحان الله ما انتم الفوق حنا جيراني خلق البارح وي الواحد من الرعيل الاول خلاص ما لا يحكم البلاد ويديو البلاد ويديو البلاد